النهارده يعني يوم لازم كلنا نقول لبعض ان النهارده اخر موعد للملصق الالكتروني لاي حد بيمتلك عربيه، ومن بكره يتم يعني حجز العربيه او دفع مخالفات كبيره. فالنهارده اخر يوم، يعني اللي بيسمعنا او بيشوفنا ولسه ما ركبش الملصق الالكتروني، عندك شغل استأذن من الشغل وروح ركب الملصق الالكتروني، مش فاضي معلش حاول تفضي نفسك. لازم النهارده يكون النهارده الملصق الالكتروني اخر موعد للملصق الالكتروني. هل هيتم تجديد الموعد؟ مش عارف. هل ممكن ايه العقوبات او ايه الاجراءات اللي هتتخذ ضد اي حد مش مركب الملصق الالكتروني؟ تعالوا نعرف اكتر ونرحب بسياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. اهلا بحضرتك يا سياده اللواء. صباح الخير استاذ اسحاق، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والمشاهد الكريم. سيادة اللواء، النهارده آخر موعد، هل ممكن يتم تجديد الموعد مرة أخرى ولا لا؟ لا، النهارده آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني. الملصق الإلكتروني المفروض صدر به القرار الإداري من السيد وزير الداخلية في شهر ديسمبر من عام 2019، وتم مد الفترة أكثر من مرة، تجاوزت العام. اليوم آخر موعد، وطبعا وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية كانت بتجيب بالسادة المواطنين سرعة التوجه لوحدات التراخيص التابعة لهم لتركيب الملصق الإلكتروني حتى يمكن تحقيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة. إيه الغرامات يا فندم للي مش هيركب الملصق الإلكتروني؟ في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفاءه أو إلغائه أو إتلافه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى، يعاقب مالك السيارة بسحب رخصة القيادة بحد أدنى شهر وحد أقصى 3 أشهر، كذلك يتعرض لعقوبة مادية وعقوبة جنائية بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. طب سيادة اللواء، النهارده آخر يوم للملصق الإلكتروني، لكن ممكن نقول إمتى هيبدأ العمل بيه؟ يعني أنا بعرف إن الملصق ده شغال، وأي خطأ بأي تفصيلة ولو صغيرة هتتسجل. اولا عشان حضرتك تبقى عارف، الاول صباح الخير. صباح الخير على حضرتك فعلا. بالنسبه للملصق الالكتروني، طبعا بيتم تعميمه الان على كافه محافظات مصر وانحاء الجمهوريه، وهيتم ان شاء الله تشغيله، وهيتم طبعا الاعلان عن تشغيله في كافه وسائل الاعلام، بالاضافه الى هتوصل رساله الى قائد السياره او مالك السياره بان الملصق الالكتروني الموجود في سيارته يعمل بكفاءه. لو احنا لاحظنا ان احنا لما بنيجي نركب الملصق الالكتروني، لما بنستلم الملصق الالكتروني احنا بنسلمه للمندوب الخاص الموجود باحدى الشركات التابعه للاداره العامه للمرور في وحده الفحص الفني. هو بيركب الملصق الالكتروني عن طريق جهاز معاه وبيكشف على الملصق الالكتروني يتاكد من صلاحيته. لذلك احنا بنناشد الساده مالك السيارات وقائد السيارات عدم الاقتراب من الملصق الالكتروني او لمسه او نزعه لوضعه في اي مكان اخر، لان ده هيؤدي الى تلف الملصق الالكتروني. حاليا طبعا في ناس كتير بتجيلها دلوقتي مخالفات على التليفون المحمول عن طريق رساله، دي طبعا بتجيلهم عن طريق كاميرات الديجيتال الموجوده حاليا في اشارات الامور الضوئيه والرادارات، لكن الملصق الالكتروني ده متصل بالقمر الصناعي عن طريق وحده التحكم في الاداره العامه للمرور، وده ان شاء الله هيكون تشغيله حتى يمكن التحكم في الحركه المروريه في الشارع المصري، وهو الغرض منه تسهيل وتسهيل الحركه المروريه. الملصق الالكتروني شيء مهم جدا لانه فوائده كثيره جدا. اولا هو بيحصر اماكن المسافات المرورية وبيخفض غرفة عمليات المرور على مستوى الجمهورية، حتى يمكن التعامل مع تلك الكثافات سواء بإرسال خدمات مهمة كثافة أو وحدات الانتشار السريع أو المساعدات الفنية. أيضا بيسجل المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية موحدة على كافة المواطنين في أنحاء الجمهورية، مما طبعا بيرسخ كده مبدأ سيادة القانون إن مفيش فرق بين المواطن ومواطن آخر. أيضا التعرف على السيارات المطلوبة أمنيا وجنائيا والمنتهية التراخيص. أيضا كذلك التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد من خلال المنافس الجمركيه وسيارات المنطقه الحره. اخيرا ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال ادراكها بشكل الكتروني يسهم في سرعه ضبطها. بنشكر حضرتك جدا، بنشكرك جدا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، الف شكر لحضرتك. انا بس كان ليا ملحوظ صغيره بقى، يعني بتمنى ان احنا بعد كده يتتاخد في الاعتبار، طبعا ما فيش استثناء لاي حد ما ركبش الملصق الالكتروني تحت اي ظرف الا ظرف واحد بس، انا يعني من وجهه نظري الضعيفه، يعني لو حد اثبت ان هو كان بره البلد خلال السنه اللي فاتت دي كلها.
خلال من مدة موضوع الملصق الإلكتروني إلى الآن أو بعد الوقت ده إن هو مش موجود. ممكن ده يكون الاستثناء. ممكن ده الاستثناء الوحيد، لكن أي حد جوه البلد كان تعبان، كان أي حاجة، كان ممكن يبقى فيه إجراءات أخرى، لكن أي حد كان خارج البلد، لأن في ناس بيبقى بيقعد بالسنة والاتنين ما بيجيش، لكن عنده العربية بتاعته موجود. وفترة المد أو السماح اتكررت أكتر من مرة، النهاردة آخر يوم، وخلي بالكم يا جماعة لغاية لما حتى جيلنا الرسالة بأن الملصق تم تشغيله خلاص بقى شغال دلوقتي، اي مخالفه بتتصور، الكاميرات اللي موجوده والرادارات بتصورها، حتى لو حضرتك مش حاطط الحزام او حتى بتتكلم في الموبايل ما بقتش المخالفه سرعه بس، كل ده بيبقى متصور وبيجي لك بيه رساله.